السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث في هذا الفيديو عن أهمية إدارة الموارد البشرية في داخل المؤسسة. تنبثق أهمية إدارة الموارد البشرية في المنشأة من خلال تعاملها مع أهم الموارد الإنتاجية على الإطلاق. تتعامل إدارة الموارد البشرية مع أهم مورد وهو المحرك للعملية الإنتاجية وهو العنصر البشري في داخل المؤسسة. أكثرها عرضة للتأثر بالتغيرات الداخلية والخارجية. سرعان ما يتأثر البشر سواء في التغيرات الداخلية في المؤسسة من أنظمة وقوانين ومعارف وعادات وتقاليد، وكذلك الظروف الخارجية، الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في داخل الدولة، فهم أكثر عرضة لهذه المتغيرات. والذي يكون دائما أكثر عرضة لابد من الاهتمام به أكثر وأكثر، كونها تحقق الميزة التنافسية للمنشأة والتي تمكنها من مواجهة التحديات البيئية وضمان الاستمرار والبقاء في سوق العمل. لكي أحقق ميزة تنافسية في داخل المؤسسة، لابد ألا أغفل عن أي جانب مهم في داخل العملية الإنتاجية. وكذلك هنا نتحدث عن العنصر البشري، عن الأيدي العاملة، نتكلم عن الإدارة، نتكلم عن رؤساء الأقسام. كل العنصر البشري في داخل المؤسسة يجب أن يكون محط اهتمام إدارة الموارد البشرية للوصول إلى المنتج بكفاءة وفاعلية عالية. تعمل على توفير العنصر البشري الملائم لباقي الإدارات الأخرى في المنشأة كي تتمكن من القيام بأعمالها وتأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه. إدارة الموارد البشرية تعمل على توفير الطاقم البشري بالكم والنوع لهذه الإدارات. فإذا ما احتجنا مثلا إلى موظف يعمل محاسب، فإننا نعمل هنا في إدارة الموارد البشرية على استقطاب عامل جديد إلى المؤسسة بالكم والنوع. إذا كنا محتاجين واحد أو اثنان أو ثلاثة، هنا نتحدث عن الكم، نتحدث عن النوع، نتحدث عن المهارات والخبرات والشهادات العلمية، أي الكفاءة التي يحملها هذا الموظف لكي ينضم إلى أسرة هذه المؤسسة. لذلك هنا تتكلم عن إدارة الموارد البشرية التي تعمل على توفير العنصر البشري بالكم والكيف والزمان، أي التوقيت المناسب. ننتقل الآن إلى نشاط رقم 1، مبررات ظهور إدارة الموارد البشرية فيما يأتي. مجموعة من العوامل التي أسهمت في ظهور إدارة الموارد البشرية: المطلوب، وضع إشارة صح أمام العوامل التي أسهمت في ذلك، ظهور نقابات للعمال. هل هذا مبرر محتمل لظهور إدارة الموارد البشرية؟ نعم. سن قوانين وتشريعات العمل، لابد من وجود إدارة للموارد البشرية. زيادة وعي وثقافة العاملين، نعم يسهم. تخفيض معدلات الضريبة على المشتريات، هذا لا يسهم. نشوء الجماعات غير الرسمية في العمل، أي العلاقات الاجتماعية، العلاقات غير الرسمية التي تنشأ بعيدا عن اللي هو الهيكل التنظيمي في داخل المؤسسة، هنا يسهم. كذلك استخدام تقنيات جديدة في الترويج، هنا نتحدث أنه لا يسهم. التوسع الكبير في حجم المنشآت يسهم، وهو مبرر محتمل لظهور إدارة الموارد البشرية. إذن مما سبق نلاحظ أن هناك مجموعة من العوامل أسهمت في ظهور إدارة الموارد البشرية. من هذه العوامل: إصدار قوانين وتشريعات تقنن العلاقة بين العاملين وأرباب العمل والحد الأدنى للأجور. هنا تقنن، أي تقلل من العلاقة بين العاملين وأرباب العمل. رب العمل، صاحب العمل، نفسه يظل العامل شغال عنده 24 ساعة مثل الآلة في داخل المصنع ويعطي أجر زهيد. لكن هنا نجد أن هناك قوانين وتشريعات جاءت لحماية هؤلاء العاملين وفرض الحد الأدنى للأجور، أي أن العامل لا يقل الحد الأدنى للأجور عنده عند حد معين من الأجور. كذلك وجود التأمينات الصحية، أنه من حق العامل أن يحصل على تأمين صحي، أن يكون هناك توفر سبل السلامة للعاملين وحمايتهم من الأخطار التي تقع عليهم أثناء العمل. زيادة وعي العاملين بحقوقهم، أصبح العامل يعي ما هي الحقوق التي يجب أن يأخذها من ربي العمل. وظهور جهات متخصصة تعنى بقضايا العاملين وتدافع عن حقوقهم مثل نقابة العمال. لذا لابد من وجود إدارة مختصة تواجه هذه التحديات وتوفق بين الحقوق والواجبات. وقد تم سن قانون العمل الفلسطيني عام 2007، وصدر قرار عن مجلس الوزراء سنة 2012 باعتماد الحد الأدنى للأجر الشهري للعاملين ب 1450 شيكلا. هنا نتكلم عن عام 2007، لكن عندما نتكلم عن عام 2020 نتحدث عن هذا الرقم أصبح قرابة الألف وأكثر من 1800 شيكل، في حين الأجر اليومي الأدنى للعامل غير المنتظم 65 شيكلا، والحد الأدنى
لأجرة ساعة العمل 8.5 شيكل. في الختام نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.